الغريب يحفز لذهنه أنت تحدثت عن رفع اسم السودان من هذه القائمة اللعينة المسمى بقائمة الدول الراعية للإرهاب، وربنا أنغزنا من محور الشرق ليك 3 من 5، لكن هم 3 من هنا. فماذا دار من حديث، خاصة أن كان في لقاء منفصل كما تواتر في الأخبار مع مدير مكافحة الإرهاب الأمريكي بعد هذا اللقاء أو في هذا اللقاء، ماذا دار من حديث حول هذه النقطة أو من وعود من جانب الإدارة الأمريكية؟ أنا قلت له الإدارة الأمريكية وافقت على رفع العقوبات التي كانت مفروضة على السودان في مجلس الأمن. قال نعم. قلت له هذه العقوبات فرضت علينا لاتهامنا بدعم الإرهاب. نعم. فإذا كان الإدارة الأمريكية وافقت على رفع هذه العقوبات من قبل المؤسسة الدولية، وأنت الآن تقول لي أن تعاوننا في مجال مكافحة الإرهاب حقق نجاحا، فهل نتوقع أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب؟ قال نعم. قلت له متى؟ قال لي هذا لا أستطيع أن أجيب عليه، لكني سيرفع اسم السودان، نعم سيرفع، وبإمكانك أن تناقش هذه المسألة تفصيلا في واشنطن عندما تلتقي بمدير مكافحة الإرهاب. ثم بعد ذلك انتقلت حول تحدثت حول العلاقات الثنائية ورؤيتنا لها. هل تناولت برضو يعني الترفيع إلى سفير أو كذا؟ ما زال الآن قائم بأعمال أمريكا، وما زال لم تحسم قضية نيروبي هنا، صحيح؟ في صمت. ماذا دار حول هذه النقطة؟ يعني هو أنا تفاصيل قضايا كثيرة ناقشتها مع مساعده للشؤون الأفريقية في واشنطن، لكن بالنسبة للعلاقات الثنائية قلت له نحن نقدر أن الولايات المتحدة دولة عظمى ولها اهتمامات عالميا وإقليميا وقطريا، ويمكن جدا إن لعبت دورا إيجابيا أن تساعد السودان. السودان قال نعم. قلت له السودان على استعداد لكي يكون شريكا محترما للولايات المتحدة في القضايا الإقليمية والقضايا العالمية وحتى في قضايا. قال لي هذا جيد. قلت له ولكن أنتم لستم في حاجة إلى تبع، لديكم ما يكفيكم، نحن نقترح عليكم شراكة محترمة، نقول لكم ما نؤمن به ونسمع منكم ما تؤمنون به، وأن نصل إلى نقطة ما نتفق عليه معا ننفذه، وما نختلف عليه نتفق على أن نختلف عليه. فالرجل أجابني بأن هذا الذي نريده، وبصراحة لقائي معه كان لقاء في غاية الصراحة، وأخذنا يعني أكبر وقت ممكن يمكن أن تتصور. المكاسب التي يعتقد وزير خارجية السودان أنه خرج بها من ذلك الاجتماع الموسع الأول من نوعه منذ 14 عاما مع وزير خارجية الولايات المتحدة شنو؟ يعني لكي نتحدث عن المكاسب لابد من أن نتحدث عن ما كان عليه الوضع من قبل. أولا الإدارة السابقة سياستها كانت قائمة على العمل على إزالة النظام، وبالتالي لا تلتقي برموزه في إشارة لعدم الاعتراف فيه. والبرايت بطريقة واضحة جدا أعلنت أن سياستها هي إزالة النظام في الخرطوم سلما أو حربا، هذه واحد. الشيء الثاني استراتيجيتها عدم إيقاف الحرب، استخدام استمرار الحرب لإضعاف النظام في الخرطوم، لأنه سياستهم قائمة على أنه لو حصل وقف لإطلاق النار وسلام هذا يقوي النظام في الخرطوم. تحول الإدارة الأمريكية لقبول محاورة النظام في السودان، هذا يعني اعتراف بالنظام، هذه واحد. تغيير الاستراتيجية من استراتيجية محاضرة النظام وعزله إلى الحوار معه ثم الدخول في بإيجابية لإحلال السلام، هذه أيضا نقطة إيجابية جدا في سياسة الولايات المتحدة. اعتراف بتعاون السودان في مجال مكافحة الإرهاب في وقت أن الحملة الدولية
تضرب يمين وشمال، وكل وعدد كبير جدا من القوى، قوى الضغط الموجودة في داخل الولايات المتحدة تحاول أن ما تستطيع، مرة عمليات نقل الذهب، ومرة الطيار الأمريكي، ومرة تريد أن تلصق بالسودان هذه التهمة، أن تخرج الإدارة في هذا الوقت وأن توافق على رفع العقوبات وأن تلتزم برفع اسم السودان. هذه إشارة ورسالة واضحة جدا لأولئك الذين يعملون على استمرار توتر هذه العلاقات، اقتناع بالموقف السوداني. لماذا علقنا هذه المفاوضات؟ كان واضح جدا إن نحن علقنا المفاوضات لأننا لا نريد أن نتحدث بلسانين، نقاتل ونفاوض، وبالتالي لابد من إيقاف القتال أثناء التفاوض على الأقل. وهذا الموقف هو الذي شجعهم في أن اتفقوا معنا بأنه فعلا لا يجوز استمرار القتال في أثناء التفاوض. قلت له أنتم عندما حققتم اتفاقية السلام في جبال النوبة بدأتم بوقف إطلاق النار، بدأتم بوقف إطلاق النار، فما الذي يمنعنا من أن نوقف الاقتتال ونحن نتفاوض؟ والتجربة دلت، تجربة التوريد دلت أنه استمرار القتال والتفاوض غير ممكن. في 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 واشنطن حينما التقيت بمسؤول مكافحة الإرهاب، القضية الأولى التي كانت في ذهني عدد من الاتهامات التي كانت بعض القوى تريد أن تسيرها ضد السودان، مجموعة تقول أن السودان لابد من أن يحاكم، مجموعة تسمي نفسها بالمتأثرين بأحداث 11 سبتمبر، عملت شكوى كبيرة في بلايين الدول، وشكوى أخرى كمان مجموعة تقول أنهم متأثرين بعمليات استخراج النفط. ثم ثانيا كان قضية الصحفي السوداني اللي هي دي، أنا أتمنى يعني أتمنى المخرج في هذه اللحظة يحاول اتصل بينا بأحد أفراد الصحفي حقيقة، اتصل بي الأخ خضر الحاج هو عمه، أنا أتمنى أنه بعد شوية إذا دخل المخرج يدينا الإشارة معنا. ألو ألو مرحبا، السلام عليكم. ألو السلام عليكم، كيف الحال؟ أنت دخلت مع السيد الوزير داير يتكلم عن موضوع ولدكم، منو معنا؟ معك خضر الحاج حسن. طبعا أنا زي ما نبهت أنت اتصلت بي يمكن قبل، ونحن أخذنا نمرتك وفاء بالوعد، ونحن بنتصل بك في حضرة السيد الوزير. أنتوا عندكم ابنكم منو هو اسمه؟ السلام عليكم والحياة أخ أحمد. عليكم السلام، ونشكرك نحن جزيل الشكر والله يعني على مرافقك الطيبة جدا يعني، وبنقول يعني إحنا إننا ابننا سامي محمد الحاج اللي هو مراسل سامي محي الدين. نعم مراسل في قناة الجزيرة. و قصته شنو؟ طلع خضر يا خضر. الو خضر استسمعني عشان نحن نفهم الشعب السوداني حقيقة، يمكن افراد الشعب السوداني كلهم يتابعوا بحسرة وضع الاسرة في غوانتنامو، وانا حقيقة مرة في اخ كده بيجيبوه من الناس ديل وبيمشي، انا مرة كان بيجلس جنبي شخص قلت لهم ده سوداني يعني حقيقة، ونحن تحدثنا في هذا البرنامج عن المعاملة غير الإنسانية والحيوانية لهؤلاء الأسرى، والتي لا تشبه حقوق إنسان ولا تشبه كرامة إنسان. وبكل أسف عندنا واحد، والآن أنا قدامي خبر طلع في واحد تاني كمان قالوا اسمه مهدي صلاح، اللي هي ده كمان خبر جديد نشرت شبكة في موقع على إسلام أونلاين في موقع على شبكة الإنترنت أمس، قائمة بأسماء بعض عناصر تنظيم القاعدة الموجودين حاليا بقاعدة غوانتنامو الأمريكية في كوبا، وأغلب من دول عربية من اليمن والسعودية، وظهر في واحد سوداني تاني غير ولدكم ده اللي هو مهدي صلاح. طلع كيف الأخ سامي؟ نعم طلع كيف من السودان؟ والله عادي طلع من السودان يعني على أساس أنه شغال طبعا في دولة الأمارات العربية، ومن دولة الأمارات العربية تعاقد مع قناة الجزيرة كمصور. نعم. وبعثته قناة الجزيرة يعني لتغطية الأحداث. وكان عنده علاقة يعني كان عنده علاقة بالقاعدة ولا زول إرهابي قاعد، أنتم ما جايبين خبر؟ نعم
انا بقول لك كلام يعني. نعم شنو كان عنده علاقه بالقاعده ولا اي نشاطات؟ حتى في السودان هنا هو وقت كان طالب ولا كان ما عنده اي نشاطات غير انه انسان ملتزم يعني لدينه زيه زي يعني معظم الشباب المسلم يعني. هو زول مرتبط بيؤدي صلواته الخمسه وبيصوم وبيصلي وعلاقاته ممتازه جدا يعني. ما فيها اي نوع من التطرف حتى اللي احنا بنقوله هنا يعني عندنا هنا يعني يقول لك الزول ده متزمت ولا كذا ما عنده يعني. ف يعني ما عنده اي نشاط. وهل في ايه قصه يعني ايه قصه ضياع جوازه؟ هل صحيح فقد جوازه؟ نعم فقد جوازه وحتى جه هنا بوثيقه بتاع السفر اضطراريه. فقد جوازه وين؟ نعم جوازه اتفقد وين؟ والله جوازه اتفقد منه هو في 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 الامارات يعني. يعني وارد جدا وارد جدا يزول يكون شال الجواز ده ولصق فيه صوره ودبس ولدكم ده. والله يا اخي وارد يعني وارد. طيب انا برضو من الاخبار اللي يمكن اتنشرت بعد شويه انت حتسمع السيد الوزير ناقش الموضوع كيف. نعم. لكن قصدنا نحن نشرك افراد الشعب السوداني معانا يعني. نعم. يعرفوا الناس اللابسين بدل حمراء ديل فيهم سودانيين يعني. نعم. وانت نعم. الان عم هذا الشاب. نعم. اللي نحن نسال الله سبحانه وتعالى ان يقيل عثرته يعني. اللهم امين يا فنحن سؤالنا هو ارسل رساله زي ما عرفنا لزوجته واعتقد هي اجنبيه مسلمه يعني. نعم. فما هي طبيعه هذه الرساله يعني؟ والله طبعا طبيعه الرساله يعني سامي يتحدث بيوريهم انه على اساس انه هو متواجد في كوبا يمكن يعني بعد الرساله دي حتى احنا ذاته يعني عرفنا انه هو زول ده وين يعني. وبيطمنها على اساس انه بيدعوها فيها على اساس انه يعني تطمن اهله في السودان انه هو بخير وفي صلاه وفي ذكر وهو صابر بانه ده امر من عند الله سبحانه وتعالى صابر. وبيقول انه لذلك يعني السلطات الامريكيه يعني حققت معاه وما في حاجه بالدين يعني. وبيرى انه مفترض انه يفرج عنه غريب ويعني بيقول لزوجته انه تعلم ولده اللغه العربيه وتعلم الدين الاسلامي وبطالبه بانه يعني حتى يعني. طيب الاخ خضر الاخ خضر. نعم. الان معك السيد وزير الخارجيه. نعم. على الهواء مباشره. نعم بارك الله. فما هي الرساله التي تود ان توجهها للسيد الوزير؟ يا استاذ احمد يعني احنا سيد الوزير انا بقول له يعني انت مضروب عليك سياج كبير جدا جدا. اما اعتقد انه معظم الشعب السوداني بيقدر يصلك لانه نحن ما خلينا وسيله يعني على اساس انه نتصل بك وحتى انه نعرف كان عندنا زول موجود دايرين نعرفه وحتى بعد ما عرفنا المعلومات على اساس انه هو زول ده موجود في باكستان ومره يقول لنا موجود في افغانستان حاولنا انه نتصل بوزاره الخارجيه يعني نحن يئسنا من انه نقابل دكتور اسماعيل وقلنا خلاص نقابلين ان شاء الله موظف ما قدرنا يعني. وحتى ما عرفنا الناس اللي بنعرفهم ولحد هسه الليله لو السيد الوزير مشى بيلقى عندنا طلب يعني. لا انت حس ما ربنا كده حس انت الان على الهواء الشعب السوداني كله بيسمعك معك. نعم. الوزير فاكسب. نعم. الزمن وصل لي الرساله يعني احنا دعينا يا سيد الوزير يعني انت يعني سمعنا لك تصريح على اساس انك تكلمت عن الطيار وعن المصور السوداني يعني. ما هو رد السلطات الامريكيه ثم ما هي يعني الخطوات اللي ممكن تقوم بها الحكومه السودانيه لزول مواطن يعني؟ شكرا شكرا. بعد كده السيد الوزير خليك معانا بيتابع هذا الامر. ايضا السيد الوزير حقيقه في اخت برضه رساله بتقول دكتور مصطفى عثمان حضرت من القاهره منذ غرابه الاسبوعين لدي رساله هامه من احد شيوخ الازهر اوصاني انا حبسلمك الرساله دي على الهواء مباشره يعني. طيب نحن حقيقه نشوف رد سيادتك على قضيه هذا الشاب اضافه لقضيه الطيار برضه. في طيار برضه لا حول ولا قوه فجاه سمعنا في الاخبار اكتشاف مؤامره لتفجير البيت الابيض واتضح انه يعني لا في تفجير بيت ابيض ومسكين هو ذاته انه حكموا بكم سنه سجن بتهمه التزوير. نسمع ما يطمن هذا الشاب وانت بديت الكلام ونحن قطعنا حديثك عشان بنفس بالمصادفه نفس الشخص هو المعني الذي تحدث عنه. اول يعني انا اشكر الاخ الكريم قريب الصحفي سامي محي الدين وطبعا الانسان يقدر شعور الاهل لما يسمعوا واحد من ابنائهم ونحن بنعتذر والله كثره الاسفار هي اللي مرات بتخلينا ما نقدر نقابل الناس لكن
بنكون حريصين جدا نقابل اي واحد. بالمناسبه انا وزير ما عندي شرطه قدام بيتي، يعني طبعا معظم الوقت انا ما موجود، لكن اذا موجود ما في زول عنده مشكله في انه يجي البيت. لو جاء المكتب حتى او جاء في وزاره الخارجيه في الاستقبال، اي رساله بترقد للوزير بتسلم للوزير في نفس اليوم او اليوم الثاني، او اذا هو مسافر لاي حته بتجيه الرساله دي. الحاجه اللي عاوز اقولها انه انا لما دخلت لمسؤول مكافحه الارهاب هو كان يعرف انه انا حناقشه في القضايا دي، لانه الموضوعات رسلناها لهم وكنا جمعنا معلومات كويسه جدا عن سامي وعن مكي الطيار. طبعا ده لسه ما حصلته التالي ده كمان. ايوه نعم. اول حاجه انا عاوز اطمن الشعب السوداني، في مجموعات زي ما قال لي هم قال لي شوفوا موضوع كده طلع وما يلقوا له سيد، مجموعات اصلا شغاله ضد السودان، يقول لك يعني this one put it for السودان. لا حول ولا قوه. شفت يعني يلقوا حكايه الذهب دي طلعت يقول لك يا اخي لصقها على السودان. لا حول ولا قوه. ولا يلقوا مثلا القصه بتاعت الصحفي ده يكون قبل ما التحقيق يصل حده يقول لك تيك ات فور تيرورست اكت، يخطوها في القصه دي. فمرات حاجات كثيره جدا بتطلع احنا بنكون منزعجين جدا منها، الاداره بتكون فيري كول لو سالتها بتديك الاجابه بانه هي معلوماتها كذا كذا كذا. ولذلك يعني لما سالت عن سامي لقيت فعلا هو حضر انه الان المعلومات اللي قدامه يعني ما في شيء بدين سامي، لكن طبعا يعني حكى هو في ظروف ضياع جوازه ده ذكر، وقال قد يكون انه استغلاه واحد ثاني هذا الجواز، هو اللي خلى الناس يشتبهوا في سامي. لكن قام. وبالنسبه لمكي كمان قصته كالاتي، مكي طيار اتدرب في باكستان في بيشاور ويشتغل في القوات المسلحه السودانيه، وبعد كده ترك العمل في القوات المسلحه ومشى الولايات المتحده. في الولايات المتحده عمل حاجتين، طلب طبعا اللوتري دي انت عارفها بيملوا لها الفورمات دي، وفي نفس الوقت طلب حق اللجوء السياسي. وبعد كده السودانيين بيقوموا يملوا اللوتري دي يعني مرات تغلط انت ولا تقصد اسمك ده اسماعيل مثلا تاخذته اي مره تاخذته اي مره تاخذته، فبتقوم بتعمل ربكه في الشغلانه دي، وفي بعض الاحايين بتدي اجهزه الجوازات شعور بانك انت مزوراتي. فهو قاموا اصلا هو شغال سواق تاكس، مسكوه لما بيحققوا فيه لما قال طيار وتدرب في باكستان وكان شغال في القوات المسلحه السودانيه، الحكايه طق 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 قربته كده في انه تخطه في اللاين بتاع انه هو عنده علاقه بجماعه القاعده. لكن المسؤولين الامريكان لما كلمتهم قال لي يا اخي نحن لغايه الان الكيس بتاعت الرايل ده كيس بتاعت فيزا تاشيره، ما عندنا اكثر من كده، ما عندنا شيء يخلينا صحيح القرائن الاحوال لما تقراها ممكن تديك ايحاء، لكن لغايه الان ما عندنا اكثر من كده. وعلى كل حال ما دام انتم دي نفس المعلومه اللي عندكم دي اللي عندنا، احنا هسه حتى حنخليه تحت المراقبه وحنخده طيب في القصه بتاعت لنا. المهم انتهينا، يعني ده اجابه لقريب. طيب أنا اسف اقاطعك، بس عندنا فاصل صغير ونواصل نتم الاجابه ونواصل المحور الاخير بعد هذا الفاصل. المشاهدون الكرام نواصل حوارنا على الهواء مباشرة مع السيد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية. يمكن السيد الوزير توقف قبل الفاصل حول المجهودات التي بذلها والنقاش الذي دار بينه وبين مدير مكافحة الإرهاب بالإدارة الأمريكية بواشنطن حول قضية الشابين السودانيين سامي ومكي، الأول في غوانتنامو والثاني الطيار. السيد الوزير طيب اتفقتوا على شنو؟ اتفقنا انه نشكل لجنه مشتركه، هو اختار مندوب من اداره مكافحه الارهاب واحنا اخترنا مندوب من السفاره السودانيه في واشنطن، والاثنين يوفروا معلومات لبعض لغايه ما يعني يرفعوا التوصيه مشتركه لمدير مكافحه الارهاب حتى يتخذ القرار ويبلغنا بهم. طيب يمكن ده انا افتكر يعني امر مطمن ونامل صادقين انه ربنا يقيل عثرتهم
ويجي يقعدوا معنا في البرنامج هنا بحضور السيد الوزير، نحتفل ببراءتهم ونحن واثقين من براءتهم، لانه اصلا السودانيين ما ناس ارهابيين. ايضا يمكن دار حوار بينك مطول قبل ما ننتقل للمحور الاخير، والسيد كوفي عنان الامين العام للامم المتحده، وهو رجل طبعا يمكن زار السودان مؤخرا وكذا، فما هي طبيعه ما دار في هذا الحوار خاصه في مجال السلام، وهو المحور الذي سنقف عنده في ختام هذه الحلقه في المحور الاخير. كوفي عنان انا ناقشت معه تقريبا 3 قضايا. القضيه الاولى ما دير ادخل في تفاصيلها، هي علاقه السودان بالمنظمه الدوليه ومكاتبها الموجوده في السودان والدور اللي بتلعبه في المسائل الانسانيه وزيارته للسودان ومتابعه نتائجه. الموضوع الثاني كان هو موضوع تعليق المفاوضات واسبابها من وجهه نظر الحكومه، وفعلا شرحت له انه الاسباب اللي قادتنا لذلك، وطلبت منه ان يسعى في انه يحصل وقف لاطلاق النار، لانه اذا ما حصل وقف لاطلاق النار اذا استؤنفت المفاوضات ستعلق مره ثانيه. الموضوع الثالث والمهم واللي تطرقنا له بالتفصيل كان موضوع العراق. السودان يراس منظمة المؤتمر الإسلامي، وموضوع العراق ظل موضوع متصل في حوار متصل بيننا وبين الأمين العام للأمم المتحدة. هو لما زار السودان السيد رئيس الجمهورية تحدث معه، إحنا من قبل دخلنا في اتصالات كانت بين العراق والأمم المتحدة والجامعة العربية، وبالتالي الحوار أخذ جل الوقت حول موضوع العراق، وبأنه هو قبل كده زار العراق وجنب العراق ضربة كانت شبه مؤكدة والناس أشادوا بالخطوة بتاعته دي، وبالتالي مطلوب منه خطوة مماثلة في المرحلة دي برضو تماثل تلك الخطوة. وهو وعدني بأنه نحن نواصل اتصالاتنا بالعراق، وهو سيسعى أيضا مع الأطراف المختلفة، وحتى أنه نصل لموقف نستطيع أن ننقل به القضية إلى الأمم المتحدة. وفعلا يعني إحنا واصلنا اتصالاتنا بالعراق عبر وزير الخارجية، ولعلي كنت سعيد جدا لما وزير الخارجية العراقي اتصل بي في منتصف الليل وقال لي أنا حرصت جدا أبلغك في أنه القيادة وافقت على عودة المفتشين، والبلاغ أنا نقلته للأمين العام، ومتوقع أنه الأمين العام للأمم المتحدة بكرة يطلع ستيتمنت أو بيان حول المسألة دي. فعلا الرجل في اليوم الثاني طلع بيان متوازن، وبالطريقة دي يعني حسينا بأنه نحن نقلنا القضية من قضية ثنائية بين العراق والولايات المتحدة إلى قضية في إطار التعامل في إطار مجلس الأمن. ما زال اتصالاتنا مستمرة، وأمننا في أنه المفتشين يمشوا للعراق والمجلس الأمن يتولى مسؤوليته. جزء من مسؤولية الأمن مجلس الأمن أن يساعد العراق في أن يصل إلى نتيجة بخصوص التفتيش، وأن يساعد العراق في أن يصل إلى نتيجة لرفع العقوبات. إحنا نأمل أنه يعني هذه الجهود تنتهي بهذه النتيجة التي نتمناها، وأن يجنب الله سبحانه وتعالى العراق والمنطقة مزيد من الدمار ومزيد من المعاناة التي يعانيها الشعب العراقي. طيب يمكن محورنا الأخير حنخصصه كله، حنتيح شوية فرص للتلفونات وفاكسات لقضية السلام. بعد مشاكس الأولى التزم دكتور مصطفى عثمان الصمت، وصمتك حقيقة بيفسر كلام، لأنه يعني أنت رجل من المسؤولين المشهود لهم بالشفافية المطلقة في تمليك المواطنين الحقائق، ويمكن الحلقة دي تؤكد ذا، والحلقات الأربعة والخمسة اللي شرف البرنامج في استضافتك فيهم. البعض ذهب إلى أنك أنت كنت ضد حق تقرير المصير، البعض رأى أنك أنت من عراب العلاقات السودانية المصرية، وانحست أو تعاطفت مع الإخوة المصريين لموقفهم. البعض بعد شوية جاء تطورات أنك ما شاركت في اجتماعات اللجنة الوزارية العليا، فده كان امر لافت جدا، قالوا خلاص استغلته. بعد شويه قالوا كتبت استغالاتك. ما هي حقيقه ذلك
الموقف الذي تجاوزه الزمن. ولكن نحن نؤرخ في هذا البرنامج ونحاول أن نجلي بعض القضايا بوضوح للمشاهدين الكرام. يعني أذكر أخونا الشهيد حاج نور ربنا يتقبله قبول حسن، آخر لقاء له كنت بقول له، يعني كان بيسألني نفس الأسئلة دي إنك أنت، وكنت بقول له يا أخي إحنا من ملاحظاتي على مشاكس إنه إحنا ما حقه نوقع بيتس أند بيسز، يعني قضايا متجزئة، لكن ننتظر حتى النهاية والتوقيع يكون توقيع نهاية. النقطة الثانية، إحنا كيف نوقع ونسلم ولسه الطرف الآخر ما وافق على وقف إطلاق النار؟ فحاج نور رد علي رد ما زلت أذكره، قال لي قال لي أنت، قلت له أنا بسأل الأسئلة دي من منطلق إنه يمكن واحد من الصحابة كان بيقول كان الناس يسألون رسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر، يعني حرصا مني لكي أتجنبه. فقام حاج نور رد علي قال لي بدلي بالآية وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين. فقمت رديت عليه طبعا قلت له حسبنا الله ونعم الوكيل. أولا أنا أقول حاجة، يعني السلام المسؤولية الأساسية فيها تقع على مستشار السيد رئيس الجمهورية للسلام، هو الذي يعبر عنه. ولذلك لو ملاحظ حينما يكون هو يدير مباحثات السلام نحن دائما نحاول بقدر الإمكان أن نهيئ الأجواء للمباحثات لكي تنجح، ونذكر الإعلام بأنه هناك التزام من جانبنا في أن لا نتحدث عن نتائج المباحثات وإنما متروك للإخوان في نيروبي أن يتحدثوا عنه. ولذلك كان دائما، ده لا يعني أنه نحن بعيدين مما يجري في مشاكل، بالعكس هي أصلا الخارجية موجودة عبر وكيل الخارجية، موجودة عبر وزير الدولة الخارجية، سفير موجودة هنا. السفير هناك عضو دائم موجود في المفاوضات الخارجية اللي عبرها بتجي كل المعلومات عن مشاكوس وإلى آخره. الصمت كان لأنه طبعا كثيرين من الناس ما كانوا متوقعين أنه نصل لاتفاق. أنا غادرت الخرطوم يوم الخميس متوجه في صحبة النائب الأول إلى الهند وأندونيسيا، ولما خرجنا من هنا ما كنا متوقعين أنه حيحصل اتفاق سلام. النقطة الثانية، إحنا كان في الخارجية يعني كان الاستراتيجية بتاعتنا أنه نحن نصل إلى حل مقبول لكل الأطراف، حل مقبول لكل الأطراف، يعني ما يجي فرضا على الجنوبيين ولا على الشماليين، ولكن نحرص في أنه نقدم يعني خيارات مختلفة ونصل لحل، يعني ممكن تسميها وحدة طوعية لكنها لا تمر عبر الاستفتاء على وحدة السودان. طبعا الإخوان في الوفد بالتشاور مع القيادة هنا وصلوا لقناعة أنه لكي نصل لاتفاق لابد من أن نقبل ب الوصول للوحدة الطوعية لكنها عبر الاستفتاء، عبر الاستفتاء. انت كنت الخارجية كلها رتبتها ولغتها وخطاباتها في انه الاستفتاء ليس بالضرورة ان يكون هو الطريق الى الوصول الى الوحدة الطوعية، لكن الوحدة الطوعية يمكن ان تبرز عبر خيارات، وانه اذا كان الحركة اصلا بتقول إن هي خيارها الأساسي هو الوحدة، وإذا نحن وصلنا لحل ترضى به الحركة ما في داعي نحن نخط، ولا الحركة في داعي لها ولا نحن في داعي لنا نمشي لمرحلة الاستفتاء. النقلة دي عشان ما تحدث النقلة دي من أن 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 الهدف يكون هو الوصول إلى حل يحافظ على وحدة السودان ولكنه لا يمر عبر الاستفتاء، من أن يكون الحل هو الوصول إلى الوحدة ولكنه عبر الاستفتاء، تحتاج إلى أنك تنقل معك كل القيادات الخارجية اللي هي رتبت على هذا الإجراء.
وبالتالي دي كانت وحدة محتاجة فعلا، لأنه الإنسان يهيئ نفسه يهيئ الآخرين وتعد الخارجية، لأن الخارجية مسؤولة من أنها تدافع ما توصلنا عليه من توصلنا إليه من اتفاق. ولذلك كنت حريص جدا في أنه الإخوان اللي مسؤولين على السلام اللي وقعوا الاتفاقية هم يعبروا عنها. إحنا في الحتة دي كنا ذاتنا مستمعين